عايزين طول الوقت لما نتكلم عن اللي فات وعن عظمة اللي فات نرجع نشوف انه الحاضر فيه فرص كتيرة جدا للفخر. ومن ضمن الحاجات الجميلة والمبهجة بتبقى دايما انه نبقى عندنا فكرة جديدة ويبقى عندنا حاجة جديدة نقدمها للبشرية. ده دايما السؤال المهم، ازاي تضمن مكانك في وسط حضارة البشرية، انك عندك ما تقدمه للبشرية. العلم هو أجمل ما وأغلى ما عندنا إن احنا نقدمه للبشرية. عشان كده الخبر النهاردة ساعدنا بيه هو أنه 4 طالبات بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية توصلنا إلى اختراع خرسانة ذاتية الإنارة، والعنوان كده في حد ذاته لذيذ جدا. الخرسانة بتعتمد على امتصاص أشعة الشمس نهارا وعكسها ليلا، والفكرة لذيذة جدا لأنه أولا أنت بتقول أكيد دي حاجة صديقة للبيئة، وكأنك بتتكلم في لمبات الطاقة الشمسية، لكن دول عملوا خرسانة. اللي احنا شايفينه الفوسفورك المنور ده خرسانة. العالم كله عنده تحدي في مسألة الطاقة، ففكرة أن أنا عايز أنور شارع ولا أنور طريق وآليات وصرف فلوس كتير على إنارة الطرق، يمكن تكون الفكرة العظيمة دي الخرسانة اللي ليها خواص نفس خواص الصلابة للخرسانة العادية، لكن بتنور بالليل. ده ايه الجمال واللذاذة دي؟ يعني لازم نسمع منهم بقى، نشوف خب أو فكرة هذا المشروع وبالتأكيد الإشراف عليه من دكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للطالبات. هم طالبات كلهم بنات؟ تخيلي مجموعه. لا اتخيل طبعا. في منتهى الشطاره. طبعا احكي لنا يا دكتور خلفيه الفكره دي، امكانيتها، يعني انه تخيلي. طبعا انا ماليش في الهندسه خالص، خايبه قوي، بس يعني اللي احنا نفهمه انه رقائق الطاقه الشمسيه دي حاجه اولا غاليه جدا، مكلفه جدا، وهي شيبس، لكن احنا عملناها في خرسانه. احكي لنا بقى. هو بقى كلام حضرتك صحيح جدا، هي مش رقائق التقليدية بتاعت السولار سيلز أو خلايا شمسية، الطاقة الشمسية، ولكن مواد بتضاف لخلطات الخرسانة. ومقدمة حضرتك جميلة جدا وهادفة جدا وصحيحة جدا. ليه بقى؟ لأن احنا بنتكلم على مواد صديقة للبيئة، بنتكلم على أشعة شمس متوفرة، وبالذات في مصر الحمد لله تقريبا على مدار اليوم، مش مدار السنة بس. المواد دي بتمتص وبتتأثر بالضوء وبتدسه مرة أخرى في فترات الليل أو فترات المسائية. طبعا حضرتك بتسألي على الفكرة، في محاولات شتى في هذا المجال للبشرية كلها. علامات إرشاد على الطرق بتكون بتنور، إشارات بتنور لما يجي على نور العربية أو نور أي حاجة في الطريق بالليل بتدي إضاءة. كلها حاجات عاكسة مش حاجات هي بتنير. أيوة. تمام. الاربعه ليديز وهم فعلا اربعه بنات عملوا ايه؟ هم اختاروا مجموعه من المواد المتوفره في مصر كلها، يعني ما استوردوش اي حاجه من بره مصر. اوكي. جربوها بكذا طريقه بحيث يجدوا الشكل الامثل. طبعا ده مشوار، يعني ده مش موضوع، مش حاجه بسيطه كده. طبعا. ايوه بالظبط. واحب اقول، وده يعني اعترافا بمجهودهم او مجهودهن بقى، ان هم في يناير اللي فات في عز البرد وعز كوفيد دوهم يقدموا البحث بتاعهم في واشنطن، وسافروا هم الاربعه وبنجاح، وانا كنت موجود الحمد لله، وكنت فخور جدا هم بيقدموا البحث بتاعهم في واشنطن في قلب يعني احدى قلاع العلم في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه. عظيم. دكتور محمد، اللي حضرتك بتقوله معناه ان احنا عدينا مراحل التستنج، عندنا بروتوتايب وعندنا منتج قابل للتنفيذ، مظبوط كده؟ ده بقى سؤال بقى جميل جدا اخر. ليه؟ احنا هم عدينا، يعني تخطينا مراحل التستنج، يعني الاختبار البحث بتاعهم او الاختبار فعلا انها مواد صالحه جدا للاستخدام، يجب النظر فيها، يجب تطبيقها على نطاق اوسع. المرحله اللي بنتكلم عليها ان احنا عاوزين جزء من طريق، مش لازم يكون طريق سريع، مش لازم يكون طريق عليه مرور كبير او كثيف، جوه منتجع، جوه شوبينج سنتر، جوه اي حته. الطريق ده ناخد منه 10 متر او 20 متر او اكثر او اقل، وتطبق فيها هذه الماده، تمشي عليها الاحمال، العربيات، ممكن تبقى احمال خفيفه في طول التجربه، بحيث يخرج
زي ما حضرتك قلت كده من النموذج او البروتوتايب الى التطبيق العام، طبعا دراسه الاقتصاديات الخاصه بينا. اعتقد ان الطلب ده بسيط قوي، يعني ده احنا دلوقتي حالا ممكن نلاقي انه في الاف من او مئات من المهتمين وعشرات من اصحاب القرار يقولوا لحضرتك قوي قوي، دي حاجه عظيمه جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه عجبتني برضو النهارده الحقيقه، انا وزمايلي الحقيقه حكوشيت وزملائي في كليه الهندسه وفي قسم هندسه التشييد في الجامعه الامريكيه، بنتلقى كميه مكالمات واتصالات من ناس مهتمين او سواء جهات بحثيه سواء جهات تطبيق او تنفيذ، فدي بتدينا احنا شخصيا امل وامل كبير ان الشغل اللي بيتعمل من ابنائنا طلبه وطالبات هناك من يستمع اليه، هناك من هو عنده استعداد يتبناه، بس يا رب بنكمل هذه الرحله على خير وفعلا يخرج حيز التطبيق على نطاق واسع ان شاء الله. يا رب. سؤال أخير يا دكتور، بما أنه إحنا بنتكلم في حاجة منتج موجود فعلا، التكلفة بتاعة الخرسانة دي أعلى أقل نفس التكلفة من الخرسانة الموجودة بالفعل؟ ده سؤال آخر بقى لازم يتسأل ولازم نجاوب عنه. أقول لحضرتك لو حضرتك قارنتيها المنتج الخرسانة دي مقارنة بالخرسانة اللي بتجيها كل يوم، أكيد هتبقى تكلفة المواد الموجودة دي خاصة إنها جديدة ومستحدثة أغلى. ولكن لكن في الحلوة ما بتحسبش مواد قصاد مواد. بشوف بوفر طاقة قد إيه في عمر المشروع، بشوف توفير للبيئة قد إيه، بشوف عامل الأمان وربنا يحمي الجميع ويحمينا والأرواح اللي بتزهق على الطرق طبعًا. لا لما بقلل من هذه الحوادث لا التكلفه هتبقى في صالحها بشكل كبير بالتأكيد. وده فعلا ده اللي هو الفيز او الطور الاخر او المرحله الاخرى من تطبيق هذه الدراسه وهذا البحث. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي، واخيرا انا تقلت عليك في الاسئله، انا عايز اعرف اسماء الطالبات الحلوات دول. طبعا احب افتكرهم بكل خير، افتكر فاطمه ايوه ومنى ايوه وميار، اتمنى يكونوا جميعا سامعيني دلوقتي. ايوه اربع طالبات وزينب طبعا وزينب. اربع طالبات وهقول برضو كلمه اخيره، عاده وانا بشرف على مشروعات ببذل مجهود كبير مع الطلبه اللي بشرف عليهم. دي واحده من الحالات اللي كنت المجهود اللي ببذله قليل لان هم كانوا بينطلقوا ويبحثوا عن الجديد بمفردهن بجد والله يا شباب. احب اقول لك حقهم الاجتهاد والمثابره ومحاولاتهم دايما ان هم يطلعوا احسن شغل ممكن بصرف النظر عن ان ده مشروع تخرج. الله، انا بشكر حضرتك، واحنا شايفين صورتهم اهم، فاطمه ومنى وميار وزينب، حاجه تشرف. ودكتور محمد بكرر شكري لحضرتك، ويا رب نفضل على تواصل، يا رب النهارده انا متاكده انه اكيد اكيد يعني مش بس هقول مطورين عقاريين ولا مشروعات موجوده في بلدنا في كل شبر في بلدنا، لكن كمان انا متاكده انه صناع قرار، ومتاكده انه بلدنا انا بشوف بعيني قد ايه احنا بقينا مهتمين بالطاقه الشمسيه، لما تمشي في طرق جديده بتشوف لمبات الطاقه الشمسيه واحنا عارفين انها غاليه ومكلفه، فقد يكون ده مش للاناره لكنه للامان، قد يكون ده لاستخدام بسيط اللي دكتور محمد بيقوله مهم جدا. تجربة حاجة حلوة زي دي لما تحصل في بلدها في بلد المنشأ أغلى وأهم وأعظم بكتير جدا من أنها تحصل في أي مكان تاني في العالم، فكل التحية لكل حد تاني عنده حاجة يقدمها للبشرية.